اليوم طرحنا الفولار الصحي بشكل رسمي، طرحناه بمدينة كازابلانكا بالفور سيزن ومن المغرب لكل الدول العربية. هذا الحجاب مثل ما ذكرت أنا أنه أول حجاب بالعالم صحي، معمول من مواد طبيعية 100%، مضاد للبكتيريا، قماش مضاد للبكتيريا، ومصنع بطريقة بيخلي الأكسجين عم يتنفس وعم يدور داخل فروة الرأس. بصحب يعني أنه نحن كبشر يعني كإنسان أي شيء طبيعي الجسم بتأقلم معه، شيء مش طبيعي الجسم بيرفضه. بما أنه مواد طبيعية 100% بتتأقلم مع الجسم وبيؤدي لنتائج صحية ما بتضر الشعر مثل الأمور الثانية اللي فيها كيميكال ولا فيها على صعيد الفولار زي ما نحكي فيها بوليستر، فيها صناعة شوي بطريقة غير دقيقة بالتصنيع اللي عم تاخد بكتيريا وعم تكون فيها بوليستر مواد مش طبيعية، فجسم عم يرفضها، عم نحطها بشكل عشوائي على الرأس عم تولد لنا مشاكل، هيك بيصير عنا شيء صحي. مش اختلاف بالتركيبات، يعني أنا قلت لك باثنين بشوفهم بمحل كتير عندهم شفافية وكتير واضحين. يارا أنا برأيي بتمثل المرأة العربية المعتدلة المحافظة، منا اللي كتير أوفر بكاركتيرها يعني. فرح كمان نفس الموضوع، عفوية وبتمثل المرأة المغربية اللي كتير طبيعية وكتير صادقة. فكان قلت لك بكل سوق له شخص معين، عربيا نقات الفنانة يارا، مغربيا نقات الفنانة فرح. شعري كيف ما قلت لكم زوين ولا شعري في احسن حلول، لا شعري متضرر وهو خد التحدي باش يعالج لي شعري ويبين للناس اشنو هو، علاش يعني علاش قادر بهذه المنتوجه ديالو الطبيعيه. التعامل اللي جمعها الاستاذ احمد سليمان هو جا من علاقه صداقه اللي كتجمعنا، فهو قريب لي من ناحية السوشيال ميديا، كيتابعني وكيشوف المشاكل يعني اللي وقع لي يعني في الشعر سواء في اي هذاك، فملي لقى حطيت الصوره ديالي انني عندي معاناه في الشعر ديالي اللي جات من خلال انني كنت كنادي واحد الدور وكان عليا خصني ضروري ندير راستا، فراستا ما تحمل شعري، ما تحملش راستا لان خلعوا لي كامل من الجذور فخوالي شعري كامل. ملي شاف احمد الصوره اتصل بيا قال لي فرح شو وقع لك؟ قلت له فوالا راه قراعي تاع احمد. فخلي لي لا ما تخافيش، راه العلاج ان شاء الله غادي يكون عندي وهذاك. وفعلا فاش مشيت لعندو تلاقيته وبديت اول حصه كنحس بشعري كان مزيان وحسيت بنتيجه زوينه، شعري كنحس بشعر حيات. فمن بعد تطورت الفكره انني علاش ما نكونش الوجه الاعلاني ديال هذا المنتوج العالمي. فطبعا انا ملي حبت الفكره ما كنت حتى نجرب اكثر، فجربت التجربه الثانيه فحسيت بشعري اكثر، دونك فكرت قلت علاش ما نكونش انا الوليه اللي نعطي هذا المنتوج للناس اللي كيبغيوني وكنبغيهم ونكون السفيره ديال هاد لامارك.